This small town, which has a predominantly white Tunisian population, is home to Mehdi and his wife Mabrouka. They told us they'd been suffering abuse for years. But a few days before we filmed, things had got much worse. جاري هذا اللي وراي بالضبط يجي وراء الدار بالضبط قضالة تعزب لها كل يجيبوها المرأة متاعه مرت السيد هذا يحرقوا بالواح اللي نزل ترين نختنقوا بالريحة ولدي عليها كير أنا عبيد كيف نكيبكم لها أنت يا أكحل أنت كذا أنت يا جربوع يا فار يا ترشنوع يا وسفين يا ليمكو يا فارقة يا ودي وانتم منين تهجموا على زوجي باش يضربوا سمعت أنا الضوضة خفت خرجت باش نلقاهم الأب وولده جندي جاو طيحوا له دراجته وحاولوا يحبوا يضربوه جيت أنا بيناتهم حاب أنا ندس في زوجي والابن ابنه هذا جندي مازال كيف جا من الجزرنة أخذ الحجرة وضربني على رأسي وريها ضربني على رأسي ليلة في السبيطار ريقنا في السبيطار روحت البيت متاعي نبكي تحفي الليلة تترافي نفسانيا معناه لزي ضربوني لزي ضربوني وحقي ما ثميش هو ضربني بدمي في القاعة وفي المحكمة بتاخذ لي حقي دخل برا مشي روح للدار يقول لي برا مشي روح للدار كأني حيوان كأني قط ميت ولا كلب تضرب مش إنسان Several neighbors witnessed the attack. This woman, who wished to remain anonymous, told us what she'd seen. وضربها خت مبروكة تم من ولد الراجل يعني علاش باش نكذبوا احنا هو اللي ضرب كان ضربها بحجرة حللها 11 ورزقها يعني كلها دم وحتى الدم في القاع وفي الفولارة وفي حوايجها وكل والناس الكل شافت هنيك اللي هي يعني ضربها الطفل بعد جات الشرطة الشرطة هزت الطفل وبوه بعد سايبوه Several people had seen what happened but the police didn't take any witness statements وتحفظ القضية في حق المرأة ما تم التعديل لعدم الأدلة ومن بعد اللي في المركز في القسم الشرطة ما خذوا لهمش حقهم أنا حسب مرة هذايا الكل ما يزعون سوري ما دام يلوش ما دعتي يقعد يسكن على روحه وخاتي مسكين هذايا ما يحبش يفهم القضية هذه نتاع سي مهدي وفي عبد السلام قضية تجم تكون عنصرية